مساء الفل يا مها. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله تمام. عندنا معجبين في الاستوديو، سامر وندى. قبل ما ابتدي معاكي بس الاسئله. كل التحيه لك يا مها، موفقه يا رب. ميرسي كتير لكم، شكرا لكم. خلينا نبتدي من الاخر كده، مع عند صابر جميل. أغنية كل الناس على التيك توك بتعمل عليها فيديوز وبتعمل عليها ريلز، كلمينا عن نجاحها والموضوع جه ازاي؟ صراحة يمكن صراحة أنا مثل كل المواهب كتير بيوصلنا كان أغاني وإنه ما في هالغنية وهيك، أكيد. بس هالغنية بالذات كانت عجبتنا من قبل، وخلص انه قلت انه مع الوقت لا خلينا هلا كوفرز وهيك، بس الغنية حسيتها من اول مره سمعتها. طبعاً احمد العزب الفنان، خلص قلت له انا بدي اياها للغنية. اول ما سمعتها حسيتها خلص، بس اكيد يعني اللي عملته، انا بشكر كل الناس اللي حبتها للغنية، بشكر كل العالم اللي بعتوا لي مها، ما عم نوقف نسمعها. احنا مش بنبطل نسمعها، بقول لك في الاستوديو كله في طلبات وفوق والله والله انا مبسوطه جدا. هيدا من احلى الفترات عندي، انه يعني طبعا انا بعدني بالبدايات، وبالبدايات الغنية لقيت مثل محبه من العالم، فهذا الشيء بالنسبه لي سعاده. طب ايه رايك نغني الصبر جميل وبعد كده نكمل؟ يلا يلا بينا. يلا اكيد. أنا شفت كتير منك يلا ليش تقومي، وانت ما بطلتش توجعني ومشتاك فيك، بتمنى الشايل انت يا خاطر مليان جبروت، الله لا يسامحك على جرحك ولا كسرك ليه، الصبر جميل وبكرة تشوف ويجي لك يوم والوقت كفيل، هيجي بحق ايدي دعوتي مظلوم ودعيتها عليك، من قلبي بقيت كرهك بضمير داين فتدان، أمي يعني انت مفكر ايه وبترسي زمان، انت مذكره وبتصاب فيه مش اسود مني، وتستاهل اكتر بكتير. الله الله، مش هنبطل بقى. انت حتى سامر بيسقف جامد. بس بدي اذكر كمان الملحن طبعا محمد عبد المجيد، والموزع عمر الخضري. حلوه قوي الاغنيه. طب مها، رحتي السعوديه غنيتي مع رامي صبري ومع رامي جمال، وكانت تجربه انا سمعتها اتسلطنت بيها جدا. قولي لنا احساسك ساعتها كان ايه؟ انا احساسي كان لا يوصف صراحه. يعني انا ماي تو فيفرت سينجرز، يعني انا كل اغاني رامي صبري موجودين عندي، كل اغاني رامي جمال، وخاصه استغنيت وعذابي عذاب طبعا، كانوا هلا الغنيتين المفضلين عندي. فانه فجاه هي صراحه اجت الفرصه كثير بسرعه، فانا طبعا انا وصلت عصبية بعدني مصدومه الصراحه. صراحه يعني فكان من احلى التجارب لإلي صراحه. طبعًا. يعني احساسي لا يوصف طبعا. طيب. مع رامي جمال ورامي صبري، ايه اللي محضره له الفتره اللي جايه هنسمعه بقى ويكون اكسكلوسيف للبرنامج عندنا؟ صراحه باول شهر 7 ان شاء الله عندي اغنيه اسمها سافرت بعيد. اه، بتحكي عن السفر والبعد طبعا، حزن. هتسجليها في مصر؟ طبعا انا جايه مصر بعد شي 5 ايام تقريبا. مها، انت عارفه الجمهور العربي كله بقى بيحب مها في توني واغنياتها وكليباتها، وخاصه الناس المتابعين على تيك توك. فحقيقي انت شرفتيني النهارده، وانا مستنيكي زي ما قلت لك في دبي والله، عشان نقعد ونغني ونصلى نشوف بعض اكيد في الرياليتي. طبعا. وسامر عشان بس ما يزعلش، عايز يقعد يسمع الغنى الحلو بتاعك ده. طبعا باذن الله. طبعاً. سلام خاص لها. شكرا. شرفتيني يا مها. شرفتيني.